السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ أخوك مصطفى تفضل. أنا مش مصدق والله أنا حضرتك معايا، بحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هو في جزئين بس على السريع عشان ما أطولش على حضرتك. تفضل. أول حاجة حد شغال في مصاحب إدمان لو بيجيب حالة وكده بيطلعوا له نسبة المصاحة بيطلعوا له نسبة، هل دي فيها حرمانية؟ سمعنا يا شيخ؟ أسمعك. تمام. يعني هو شغال في مستشفى لمعالجة الإدمان. تمام. وبعدين بيحول الناس لعيادات خاصة. لا هو بيجيب حالات تتعالج في المصحة. حد بيضرب مخدرات فبيجيبه عشان يدخل المصحة يتعالج، فبيبقى جاي فلان ده تبع فلان، اه يبقى فلان ده له نسبة من المصحة. المستشفى المشفى التي تعطيه؟ اه صاحب المستشفى الذي يعطيه. يعني يقول له إذا جبت لي زباين هعطيك. أقول لك بيقول له الحالة اللي بتجيبها ليك نسبة عليه. اسمح لي. فلما سأله قال له في حرمانية وكده، قال له أنا سألت، الحرمانية في إنك أنت اللي تتفق مع الناس وتقول لهم بعشر قروش وهي بخمس. لا أنت بتجيب الحالة للمكتب بتاع المستشفى ومالكش دعوة، المستشفى بتطلع لك أنت نسبة بعد كده من إيه؟ من الفلوس اللي بتاخدها من الحالة. حاجة بسيطة يعني. أقول لك وبالله تعالى التوفيق. تفضل. إذا كان هذا الوسيط، إذا كان هذا الوسيط يرشد إلى المستشفى التي يعمل بها ويعلم أن هناك ما هو أجود منها وأرخص منها ياسم. لكن إذا كان يعني لو أنا مثلا مريض، الله يعافينا وإياكم يا رب، وجئت إليك قلت بالله أرشدني إلى مستشفى أتعالج فيها، وأنت تعرف هناك مستشفى جيدة ورخيصة ومستشفيتكم غالية وأردأ، فأرسلتني إلى مستشفى خاصة بك من أجل العمولة، من أجل المنفعة. هنا أنت غشاش. تمام. لكن لو أظهرت له أقول له في كذا وفي كذا رخيص وفي كذا كذا، وضح وبين، مش حرمانية، توضح وتبين بالظبط عشان يبقى الامور ايه واضحه من قبل. انما لكن ما ياخدوش على المكان بتاعه عشان المنفعه. الله يكرمك. يبقى في مكان ارخص. لا بدات تفهم. الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خيرا.